برعاية منظمة المغتربين السوريين وتطوير كفاءات المنظمات والمجالس المحلية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم أعزائي المشاهدين في لقاء متجدد من برنامجكم مجالسنا المحلية، والذي نستعرض فيه واقع المجالس المحلية ودورها في خدمة وقيادة المجتمع. من هنا، من حلب المدرجة بالدماء المكللة بالشموخ، الأسواق المتنوعة والمختصة أهم معالم حينا. أضف إلى ذلك تموضعه الاستراتيجي، فهو وسيلة الوصل بين أحياء المدينة شرقها وغربها، الأمر الذي أكسبه حيوية فائقة جعلته يعج بالحياة رغم تخديم النظام له بمئات البراميل الحقد المتفجرة على رؤوس ساكنيه، فيه سد اللوز وظهر القناة ونور الشهداء، وفيه تربة لالا وسهم قولي والدالات، شوارع الحي التي لطالما اشتعلت بالحياة. استقبل الحي رغم جراحه مئات العائلات النازحة متقاسمين الآلام والآمال والجراح. للحي مجلس من أبنائه يسعى في حاجات السكان لتأمين ما أمكن في ظروف أمنية لا يتخيلها عقل. أعزائي المشاهدين، ورحب بضيف هذه الحلقة السيد عبد الكريم بكار، رئيس المكتب الإغاثي لمجلس حي الشعار. أهلا وسهلا بك أستاذ عبد الكريم. أهلا وسهلا. كما نرحب رئيس المكتب التعليمي في مجلس حي الشعار السيد زكريا الدور. أهلا وسهلا بك أستاذ زكريا. أهلا بك. أهلا وسهلا. أعزائي المشاهدين، نذهب وإياكم مع الإصلاح الذي أجراه فريق البرنامج في حي الشعار. عمي، شو رأيك بمجلس حي الشعار والخدمات اللي بيقدمها لأهالي حي سد اللوز؟ يا أخوي، يعني هلا نحن أول شيء يعني بسألني سؤال، إذا جاوبتك هلا بعد شو بتكون تقصوا من الشريط وتحكوا اللي بناسبكم أنتو، فيفضل أنه تلغي لي المقابلة وما تحكي معي، أو بدك تجاوبني قل لي أقسم بالله كل شيء بتحكي لا أزيع ولا حتى أحكي كل شيء. لا، كل شيء رح يعني. قول اقسم بالله لا احكي، لا حتى احكي لك. شعبهم كلياتهم الشعب هذا كله مجحف، بيجي الاهلين وسهلين وهن كذابين، بس داروتشو ابو المعونه بسبوا عليه. انا الوحيد طلع ما عندي، شوف انا اتحدى، وهلا شوف هذا اهل المعونه، اذا انا ساحب امبير من عند حدا، او انا عندي سياره، او انا في اسمي بيت، ما اعطوني 1500. هذا بقول سبحان الله والحمد لله، هذا ما اعطى، قال لي ما بيطلع لك 1500، واللي بيقولوا عنده علبه ولو بيعطون اغراض بيعطون. شعب كلياته مزبزب يا ابو الحلال، اقسم بالله خسرت الثورة كلها من الشعب هذا، ولا له علاقة بشار الجحش هذا، كلب من كلب ما له علاقة بالنصر، بس هون كل واحد مزبزب، كل واحد أخذ معه، ما بقول للتاني، شعب كله مزبزب ونصه مؤيد. إيش ده لك؟ لا يا أخي، نحن ما عمل مسلسل يا أبو الحلال، ما هو مسلسل ديني كويس. ها الحق عمين، أول شيء بالمية تسعين على المجلس المحلي اللي فوق يا أخي، مجلس يا أخي حطوا واحد مجلس المدينة يا أخي، كل ما عم يحطوا واحد منتخب، ما بتحطوا لا واحد منتخب ولا شيء، واحد بيكون بيتوظف بالمعونة 5 سنين ما بيطلع. طيب. 6 سنين ما بيطلع. طيب هون أنتوا أهالي حي سد اللوز كم عائلة هون في الحي؟ يا أخي نحن هون 1200 عائلة، إيش بدي أنا تحطوا لي من شارع 15 لا يغلق، حطوا لنا مجلس محلي لواحد هون بحلب، واحد هون خلص 1200 عائلة. بدك مجلس خاص في حي سد اللوز. خاص بحي سد اللوز وينتخبوها للحارة. يستطيع تخديم الحي. يعني وأهالي الحي. أيوة، لأنه هنيك ما حدا بيعرفنا يا أبو الحلال، بس ما حدا بيعرف كله. ولا حدا برد هني هون. لنا مجلس محلي بهالمكان هذا، وان شاء الله يعني بنستفيد. يعني عمي، شو هو دور مجلس حي الشعار في تخديم اهالي حي سد اللوز؟ مو مزبوط. شلون يعني ما عمل يكافئ الناس كلها مثل بعضها؟ هل في شيء توازن بين اهالي حي سد اللوز واهالي شارع الدالاتي؟ شارع الدالاتي افضل من شارعنا 100 مره. طيب ليش برايك؟ والله ما بعرف، يعني اللجان الظاهر كني ما عملت هذول اللجان اللي هون عنا، ما بتعدل او ما بعرف، بيعطون اوامر لهون للجان عنا، مرون نقول لهم هيك. سمعنا نحن انه هون في مكتب اغاثه في حي سد اللوز تابع لمكتب مجلس حي الشعار. أيوه. هل يقوم بدوره؟ هل يفعل دوره في خدمه اهالي الحي؟ ما عم نعرف، عم بقوم بدوره، عم بيجي اوامر، ما عم بيجي اوامر. هلا سحب الكروت الاغاثه من كل المحلات. يا اخي في محلات ما عم بتطالع 5 رقاط لحتى تاكل فيها، وفي محلات
يعني اجار ويعني اصحاب المحلات كلهم من هون، المحلات كلها هون كلها اجار، لبين ما عم طالعوا الخرف السرقات عم تطلع روعهم وعم يستعينوا شوي بهالاغاثه، اجوا سحبوها. الخبز كروده خبز كان عندنا كروده خبز سحبوها. إيه طيب يعني نحن باركين هون صامدين، اذا ما بده يساعدونا إن لمن بده يساعدوا؟ عمي شو هو دور مجلس حي الشعار في تقديم اهالي حي سد اللوز؟ دوره يعني شيء طبيعي ويعني عمله جيد يعني وعبقوم بيه واجبه. بس نحن فرع سد اللوز، نحن تابعين سد اللوز، تابعين للشعار، عم نلاحظ انه في شوية نقص بالمركز. يعني نحن نعتبر فرع طبعا، في شيء توازن بين التوزيع مثلا بين الخدمات اللي بتتقدم من مجلس حي الشعار لأهالي سد اللوز وأهالي شارع الدالاتي، في شيء توازن بين الحيين؟ أنا شايف ما في، أهل الدالاتي ما يمكن مدعومين شوي، عم ياخذوا حصص أفضل من عنا، لأنه مركز هنيك مركز الإغاثة الرئيسي تبع المجلس المحلي مركزه هنيك بالدالاتي، فنحن مثل ما بقولوا على الفضل. هل تعتبر انه مجلس حي الشعار يمثل اهالي حي الشعار كاملا؟ والله اهل حي سد اللوز كلهم ما بيعتبروني هذا ممثل عنهم، وكلهم ها مو بس انا ولا كل الناس، يعني ما في عدل كاني، ما في عدل. شو رايك بمجلس حي الشعار والخدمات اللي بيقدمها؟ والله حي مجلس الشعار يعني في عندهم كبير وصغير، يعني ما في عندهم كتساوية مع الدرويش. يا اليوم أول مثال أهل المحلات سد اللوز وأهل الدهب بيجوا بصفوا السيارة على اليمين وبروهن أول شيء بيقدروا يغاثون، يعني كل عالم تاري إن هيك عالم ما ولا يعني ما لهم حاجة يغاثي، يعني اللي بطلعوا باليوم أو بالشهر يعني بغطي عن 10 إغاثات، وبيجي دور على الدرويش بايا بلحق يقعد يا ما بلحق، يا أما بشيلوا كرتو حطوا مع واحد تاني، يعني الدرويش ما بطلع بيده شيء. أنت عندك هون شيء محل بحي الشعار؟ والله أنا مستأجر محل بس يعني ما الحمد لله. شو هي الخدمات يلي ممكن تطلب من مجلس الحي وما عم يقدم لكم إياها؟ يعني نطلب من مجلس الحي أول شيء يجيبونا يبخوا البق اللي عم بطلع اللي عم سوي حبيت سنة، يعني إجانا خبر إنه إجوا عبخوا، بس يا هوني حديت لين ما حدا لا بخ ولا حدا سوى شيء. طيب الحي تعرض للقصف بشكل مستمر، هل يعمل مجلس حي الشعار مع مجلس المدينة لترحيل الأنقاض؟ ايه هيك شغله. ايه بنسبه قديش عملوا؟ 70%. هل يعمل مجلس حي الشعار مع مجلس المدينه لترحيل الانقاض؟ والله هالامر اتوقع انه ما في هالتنسيق هذا بين مجلس الحي وبين مثلا مجلس المدينه من اجل ترحيل الانقاض. هلا كمان يعني معذورين، يعني في جماعه الدفاع المدني الله يعطيهم العافيه، يعني بسبب انه شده القصف عم تعرض لاليات القصف، وللاسف انه ما في يعني عمال صيانه يخدموا هالامور. هل هالانقاض هي شو هي الاثار السلبيه على اهالي حي الشعار؟ يعني هلا الاثار السلبيه اول شيء انه انقطاع طرقات، السبب الثاني يعني الحاله النفسيه للشعب، يعني وين ما عم تمشي دمار وكذا، يعني الاهالي والاوبئه وانتشار الامراض، يعني عده امور. شو هي الخدمات يلي انت بتحتاجها كصاحب المحل كصاحب محل من مجلس حي الشعار وما عم يقدم لكم اياها؟ والله سواء ماء والكهرباء، سواء يعني حتى العالم ترجع لهون، سواء عالم كل شعبنا درويش، سواء الإغاثة، الإغاثة الحمد لله إن كان درويش وإن كان الفقير وإن كان زنقي ما بياخد شيء منا إلا نسبة قليلة جدا جدا، كلنا عبارة موانات على بعضنا. الماء صلى فترة طويلة ما عم تجي نهائيا، الماء صلى بحدود الجمعة أجت مرة واحدة ولحد الآن ما أجت. الكهرباء ما الكهرباء دور المجلس عم يأمن شيء البديل بالنسبة للماء؟ والله بيأمن بس بالمية عشرة من كل تأمينات هدول اللي عم تحكي عليهم أنت، بالمية عشرة بس. تمام. طيب الحي تعرض بشكل مستمر للقصف الشديد، شو هو دور المجلس الحي مع دور مجلس المدينة في ترحيل الأنقاض؟ والله سواء دفاع المدني هو حاليا أفضل شيء عم يشتغل كالقصف كتركسات التراب ما تراب الأنقاض مباشر عم يشيلون إسعافات ما إسعافات، هاي أفضل شيء بدفاع المدني. إذا دور مجلس الحي ما له دور في ترحيل الأنقاض؟ ما له دور نهائيا، دفاع المدني هو اللي عم يشتغل أكثر شيء. مرحب فيك أخ عبد الرحمن رشواني رئيس المكتب الخدمي في مجلس حي الشعار. حي الشعار يتعرض للقصف بشكل مستمر مما أدى إلى كثرة الأنقاض في الشوارع، ما دور مجلس حي الشعار ما دور مجلس المكتب الخدمي في مجلس حي الشعار مع بالتنسيق مع مجلس المدينة في ترحيل الأنقاض والقمامات؟
أهلا وسهلا فيكم أولا وأخيرا ومجلس هاي الشعار. طبعا نحن دورنا بالنسبة لمجلس مكتب الخدمات هاي الشعار بترحيل الأنقاض، ترحيل الكمامة، تصليح الكهرباء، تصليح المياه. طبعا عم نقوم بعمل خدمي بحث بحي الشعار وحسب الأدوات المستطاع لنا بين إيدينا. يعني هل يوجد تنسيق بين مجلس حي الشعار ومجلس المدينة في ترحيل الأنقاض؟ والله ما يعني شبه معدوم أو التنسيق ضعيف جدا جدا، بيكون حتى العمل بشكل شخصي حتى بالجهات المختصة بيكون يعني بشكل شخصي، المعاملة معدومة تقريبا شبه. قدمت طلبات لمجلس المدينة في التعاون في مع مجلس حي الشعار لرفع الأنقاض، هل بادرتوا في هيك مبادرة؟ طبعا 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 طبعا، ونحن على وعد اليوم وبكرة أو غدا أو كذا، وعم نوعد وعود. يعني عمي شو دور مجلس حي الشعار في تقديم الأهالي في الحي؟ في مكتب الإغاثي، قدم الإغاثي للمواطنين، أكثر من هيك ما عنده خدمات، فمفروض انه هو بيكون فيه مثلا مكتب تعليمي، خدمات، مدارس. مجلس حي الشعار ما فيه مكاتب غير الإغاثي؟ ما فيه تقديم غير الإغاثي، يعني ما بقدم خدمات غير الإغاثي. طب هالشي هاد صح؟ طبعا لا، المكتب مجلس الحي لازم يكون فيه مكاتب، مكتب تعليمي، مكتب خدمات، فما أقوم فيها، أقوم فيها الجمعيات المدنية أقوم فيها الأمور. برأيك ليش مجلس الحي ما فعال في موضوع الخدمات، فقط فعال في موضوع الإغاثة؟ عدم المحاسبة والمراقبة، أكيد المحاسبة والمراقبة، وبعدين مجلس الحي بالتوافق ما هو انتخاب. مجلس الحي بالتوافق ما هو انتخابي، يعني فاز بالتوافق. برعاية منظمة المغتربين السوريين وغير كفاءات المنظمات والمجالس المحلية. سيد عبد الكريم، سأبدأ معك هذه الحلقة. في الاستطلاع الذي تابعناه في هناك عدة قضايا طرحناها، بعض المستطلع أراهم ذكر أن مجلس الحي يقتصر على عمله على الإغاثة، وأنه تم تشكيله بالتوافق لم يتم بالانتخاب. ما رأيك في هذا؟ ما هو إجابتكم على هذه القضية، هذا المحور؟ بالنسبة للشطر الأول من السؤال، أنه عمل مجلس الحي يقتصر على الإغاثة لأن المواطن المستفيد المباشر هو بالإغاثة. أما كحي إذا نظرنا منظار أوسع من هيك، نشاهد أنه مجلس الحي له أفضال كبيرة على الحي بتقديم مياه، بتقديم خدمات، بتقديم تنظيف شوارع، شغلات كل هذا عم يتابعه مجلس الحي بدون ما يشعر المواطن. بس المواطن هلأ بما أنه واقع بأزمة كبيرة في الحي كحاجة مادية، لذلك عم بشعر أنه مجلس حي عم بقدم له بس الإغاثة، أما الخدمات الثانية ما عم بشعر فيها لأنه هو ملتهي بشغله، ومجلس الحي متفرغ لخدماته في المواطن الإدارية وفي متابعة الأمور. أما الشطر الثاني، موضوع أنه مجلس الحي قام بالتوافق، أولاً التوافق هو أولى من الانتخاب. بما أنه في توافق معناتها ما في انتخاب، بما أنه الحي متفق لذلك لم نلجأ للانتخابات. لو صار خلافات، لو صار أنه في ناس عدم مازم رشحة حالة أو كذا، هذاك الوقت بده يلجأ إجباري للانتخابات. لذلك بما أنه في توافق معناتها الحي متفق على هالموضوع هذا، ليش الانتخابات؟ الآلية اللي تم فيها التوافق، الناس اللي شاركت بالتوافق مين هن؟ شاركوا جهاء الحي، اجتمع أكثر من 40 شخص من وجهاء الحي في مسجد الدلاتي، وتم الاتفاق على هالأعضاء، وحتى جلسة علنية أي إنسان له أي اعتراض. يعني عبول أنه مثلا فلان شغلته بالإغاثة كمثال، عبد الكريم بكار شغلته بالإغاثة، حدا له اعتراض وجهاء الحي كله قامت، في ناس اعترضت على الناس بوضع معين وفي ناس توافقوا عليهم مباشرة، عرفت علي؟ لذلك تم بأمر بتوافق وجلسة علنية وتم الاتفاق. ما هي المكاتب الموجودة في مجلس الحي؟ مما يتألف مجلس الحي؟ أي مكاتب؟ المكاتب الموجودة في المكتب الإغاثي، في المكتب الخدمي، في المكتب الشرعي، في المكتب الطبي، وفي المكتب التعليمي، وفي أمين السر، وفي رئيس مجلس الحي. نعم، أنتقل للسيد زكريا. سيدي، حي الشعار تعرض في ظل الثورة إلى قصف هائل وشديد بشكل كبير. الواقع التعليمي كيف تصديتم له؟ هل كان لكم دور في ذلك؟ موضوع المدارس؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. في الحقيقة نحن موجودون من بداية هذه الثورة وبعد القصف الذي تعرض له الحي من قبل النظام وعدم وجود المدارس وقصفها، أصبح الطلاب بعيدون عن المدارس، فكان لابد التصدي لهذه المسألة. والحقيقة أهالي حي الشعار كانوا من البداية من السباقين لتأسيس بديل عن المدارس في حي الشعار، فبدأنا بتشكيل فئة من المدرسين والمدرسات، وأعلننا عن استعداد فتح مدرسة، طبعا فتح المدرسة في المساجد وأعلننا عنها وبتوقيتها، وتم بإذن الله تعالى فتح مدرسة واستوعبت معظم الطلاب، حتى أن عدد الطلاب وصل إلى 600 أو 700 طالب في إحدى المساجد. طيب 700 طالب وظروف أمنية معقدة، كيف أنتوا فعلا أمنتوا أو احتياجات هذه المدارس؟ يعني كان لابد من يعني تأمين بعض يعني مستلزمات التدريس، فالكتب طبعا أنه التربية لم تعد يعني توزع الكتب، فنحن وكانت الحرب يعني مستعرة أيضا كالحال الموجود، فكان لابد يعني من وسائل يعني نتبعها حتى نحصل على هذه المستلزمات، خاصة وأنه الائتلاف لم يكن بعد موجود، حتى أنه الآن موجود أنه الكتب المدرسية بنسختها الجديدة، فكان الموجود المستودع هو في قريب على ميسلون في أغيرني، فتصدى الكثير من الشباب بهمة عالية واستطاع يعني تسلل إلى تلك المنطقة وضمن ظروف أمنية وقنص وإلى آخره، واستطاع أن يأتي بكتب مدرسية كبيرة، وحتى أن أوضعناها في يعني ملجأ من الملاجئ ووزعناها على الطلاب في المراحل المختلفة من الصف الأول وحتى الصف السادس، يعني حتى كان في أيضا يعني طالبات يعني حتى بالإضافة إلى الذكور، وأيضا كان في إناث وكان ضمن ضوابط شرعية، لكن أحيانا كنا نتعرض لحقيقة بعض المشاكل من بعض الجهات التي كانت تحاول أن تملي علينا يعني إملاءاتها، فهي موجهة يعني بالكامل، ولكن سبحان الله نحن يعني مثل ما بيقولوا نحن ولدنا أحرار وسنبقى أحرار وإن شاء الله أحرار، فنحن يعني ضمن الوسائل المتاحة بدأنا بمرحلة التعليم الموجودة، وطبعا الكتب كانت المدرسية فيها كما تعلم يعني صور للرئيس، أو كان موجود بعض العبارات التي تمجد الثورة وثورة آذار وبعض الأشياء الأخرى، فنحن يعني طرقنا نبهنا المعلمات والمعلمين بأن يعذفوا هذه الأمور وتوجهوا إلى يعني إلى الأمور الأخرى من حيث أنه تحفيز الطلاب على العمل الثوري الموجود. نعم، أعود السيد عبد الكريم. سيدي، من جملة المحاور التي طرحت في الاستطلاع الرأي، هل يعني موضوع الإغاثي، في بعض الأشخاص ذكروا أنه في محلات هون نحن في حي الشعار معروف، في أسواق، في بعيد صاغ الذهب، بعض الناس احتاج انه احيانا محلات الصاغه تحصل على اغاثه ومستحقين لا يحصلوا على هذا الامر. جانب اخر من الناس ذكر انه في جزء كبير من المحلات اللي بيعملوا فيها هن ياخذينها بالاجار، تم سحب منه الكروت، هذه المعادله، هذا التضارب، هذا كيف تفسرونه؟ بالبدايه بدايه الثوره كانت الاغاثه كميات كبيره، وكنا نعطي لكل انسان، لان كل انسان صامد هون هو انسان بحاجه، يعني شاد من كان وارده، ورغم ارتفاع الدولار الشديد كل الناس الصابرة هون بحاجة. أما مرينا هلأ بظروف في أزمة إغاثة، أزمة إغاثة سواء من الكميات اللي عم تجي أو الأعداد الموجودة، يعني لذلك نحن اضطرينا أنه نسحب الكروتة من الناس المستفيدين إذا كان عنده صاحب محل أو يعمل في منظمة بقبض بالدولار، هذول اضطرينا أنه نسحبهم. ورغم هالشيء هذا يعني انت ما راح ترضي كل الناس، لاني في ناس متضررين من استقامتك وما راح يقول لك انه انت انسان مستقيم، هو اذا تضرر اذا
تضرر هو شخصيا، بده يجي يقول لك انه في ناس عم تاخذ في ناس ما عم تاخذ، وهالحكي هذا مو صحيح. لا، ما في صاغ الذهب هلا بالنسبه بهالوقت الحاضر، ما في صاغ الذهب انه عندهم كروت ولسه عم ياخذوا، انما في ناس اصحاب محلات لسه ما تم السحب 100% من كل الناس، سحبنا 80% تقريبا، لسه في 20%. دعني اطرح الامر بسياق اخر. كم عائله حاليا في حي الشعب؟ عندنا 2400 عائله. كم عائله يعني تتلقى اغاثه حاليا؟ لا مو كم عائله، في عندنا بالنسبه لنا بصيغه ثانيه، عندنا شيء بحدود 300 عائله او 400 عائله بدون كفاله، الكفالات مفروضه علينا من الجمعيات. في عندنا 400 عائله هي بحاجه ومي مستفيده طاوله من 2400. عندنا 400 عائله لذلك اضطرينا نلجأ انه لسحب الكروتة من اصحاب المحلات ومن الصاغة ما تفضلت ومن الناس اللي مستفيدين بالدولار عبياضوا بالدولار، اضطرينا نسحب كرتون ومشان نعطي هالعوائل المحتاجة. الامر الذي نريد توضيحه، انا ليش سألت بهذه الطريقة، هل هناك ناس غير مستحقة لحد الان تحصل على الإغاثة بالمقابل في عائلات مستحقة لا تحصلها بسبب شروط الكفالات؟ هلا شروط الكفالات، هو لولا شروط الكفالات كان صار الموضوع بشكل دوري ونغطي كل الحي. اما موضوع الكفاله عم بحصرك في مكان معين، انت بدك تعطي لفلان بشكل شهري بده يتم ياخذ. طيب في عائلات بحاجه وما عندها كفاله، الجمعيه عم ترفض رفض قاطع انه الا تعطي اصحاب الكفالات، وهي في مع وجه من الحق لاني في بعض المجالس عم تلعب ادوار ثانيه. حاليا نحن بشهر رمضان المبارك، والله يعني طاعتكم مباركه ان شاء الله تعالى، الله يجعله شهر خير وفضل على الناس وتيسير امور. هل هناك اضافيه في 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 ظل منظمات قامت في تقديمها للاهالي في ظل شهر رمضان المبارك؟ لا، في جمعيات قدمت الحمد لله، قدمت كثير يعني مو. اما اذا بدنا نقارن برمضان الماضي، رمضان الماضي كان خيراته اكثر بكثير، والسبب قطع الطريق في كاستيلو، يعني شدة الخطر الموجود في كاستيلو حجم كثير من الجمعيات، كانت حيطة مشاريع غذائية ومشاريع شغلات كلها تحجمت، لذلك اجانا الفضل لله اجانا بس بشكل محدود. اعود للسيد زكريا، السيد زكريا من خلال استطلاع الراي ايضا سكان حي سد اللوز اشتكوا بانه الخدمات اللي تقدم لهم غير عادله، هل فعلا هي غير عادله ام انكم انتم تشوفون على مساحه كبيره فوق طاقتكم؟ لا، هو لا شك انه يعني حي سد اللوز حي كبير، وخاصة في سوق سد اللوز هذا أيضا يعني يعطي إضافة أخرى من حيث شموليته، ولكن إنه من حيث إنه تخديمه مثلا أو إداريا أو غير إداريا نحن مثلا غير قادرين مثلا على تخديمه. لا، نحن بالحقيقة قادرون، ولكن في الحقيقة يعني إذا أردنا أن نفصل سد اللوز عن حي الدالات أو الشعار راح يعاني الحي من مسائل كثيرة، يعني راح يحرم إلى مدة طويلة، يعني كما تعلم يعني يبدا انه تأسيس مجلس من جديد واتصال مع الجمعيات الأخرى وتشكيل كادر وتعليم، وهذا أيضا راح ينعكس يعني على الحي من حيث انه الإغاثة، يعني والناس كلها تطلب الإغاثة. يعني الآن يعاني مجلس الحي بشكل عام ومكتب الإغاثة بشكل خاص مثلا من حرمان بعض الحصص الغذائية لأصحاب الدخل الجيد، فما بالك لو حرم انه حي سد اللوز من هذه المسألة. هو في الحقيقة إذا أردنا نبحث عن الـ يعني الأريح، هو الأريح انه ينفصلوا الحيين عن بعض، ولكن نحن إذا اعتمدنا على هذا المبدأ فإذا ممكن أن يكون يعني كل حي صغير عنده مجلس، وهذا يعني أيضا غير مقبول. وأنا برأيي أنه يعني مكتب الحي أو مجلس الحي يقوم بواجبه على أكمل الوجه، وخاصة بعد ما أنه دعم مجلس الحي بشخصين حي على ثقة وعلى كل يعني كل الاحترام من حي سد اللوز، فنحن مستعدون. يعني هناك ممثلين لحي سد اللوز في مجلس الحي؟ نعم، في ممثلين اثنين، محمد علي تشلبي ومروان هنو، ايضا هن زياده الكبار. لاني ايضا ذكر انه التمثيل ما هو عادل، انتم يعني تذكرون انه في ممثلين يعني في ممثلين، يعني بعد ما صار التوافق في مجلس الحي تم التوافق على ممثلين اثنين من مجلس حي سد اللوز، وهم كما ذكرت مروان ومحمد علي تشلبي، ويحملون شهادات ايضا يعني وكفاءات. عودة السيد عبد الكريم، سيد عبد الكريم حاليا حلب تعاني من قصف، تعاني من مخاطر حصار، وأمور كثيرة يعاني منها أهالي حلب بشكل عام.
حي الشعار أو مجلس حي الشعار كمكتب إغاثي، هل كان لديكم محاولات لتأمين اكتفازات، خاصة أنه أسواق في هذا الحي منتشرة بشكل كبير، للتحول من الإغاثة إلى الاكتفاء الذاتي، إلى تفعيل الناس، إلى التخلص من 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 من, من ثقافة الإغاثة التي انتشرت في 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 معظم البيوت وفي معظم الأحياء؟ هذا الموضوع طبعا قامت فيه عدة جمعيات وشاركنا نحن فيه كحي، يعني شاركنا فيه لأن إجانا نحن بالنسبة لنا دعم مادي لإقامة مشاريع صغيرة. نعم. قامت فيه سيريا ريليف وحدة، وقامت فيه قلب الكبير، وقامت فيه مجلس المدينة وميرسي، وكلهم اشتغلوا على المنوال هذا والحمد لله قطعوا مشوار مليح. هلا في ناس قدموا واشتغلوا الفضل لله، وفي ناس الساعة تنفيذ يعني. في مثال مشاريع نفذت كمشاريع اكتفاء ذاتي؟ في سيريا ريليف. ايش المشروع كان؟ وشو قيمة المنح؟ مشروع الخياطة ومشروع الكوافيرة للنساء وخياطة نسائية بالنسبة للنساء، وبالنسبة للرجال الخياطة والمهن الحرة الكهربائية. كم عدد المستفيدين من هذه المشاريع في في المستفيدين كان عندنا أعداد شوي ضعيفة، ما كانت أعداد كبيرة، يعني بحدود 20 تقريبا، 20 مستفيد أو 30 مستفيد من بالنسبة لحينا. أما المشاريع الاستكمارية اللي هذيك كانت تهيئة سووا دورات، يعني المشاريع الأولى كانت التجربة الأولى اللي أبلغ إنه 30 شخص كانوا يهيئون للمهنة، يعني ما صاحب خبرة عم بيقول له تعال تعلم مهنة الخياطة، تعال تعلم مهنة الحلاقة الكوافيرة، يعلمون مدة شهر كامل وبعدها يعطون دعم مادي مشان يفتحوا. هل الأشخاص هذول اللي طلقوا هذا التدريب مستمرين في مشاريعهم حاليا عم يشتغلوا؟ طبعا في نفذوا في ناس. قيمة المنحة قش قد كانت؟ المنحة لكم شخص المنحة كانت بحدود ال $350 $350 هي هي يعني رمزية أكثر مما هي أي سيدي. وصلنا للمحور الأخير في الحلقة، ما هو أكبر التحديات التي يواجهها المكتب أو الواقع التعليمي في حي الشعار؟ واقع التعليم واقع الواقع التعليمي والواقع التعليمي يعني كما ذكرت يعني يحتاج يعني إلى المراحل يعني الأخرى يعني من الإعدادية والثانوية، لأني حقيقة يعني غير موجود هذا بسبب أيضا نقص يعني من الكفاءات يعني المجازين بالنسبة لكافة اختصاصات بالنسبة مثلا الفيزياء أو الكيمياء أو الرياضيات أو اختصاصات الفروع الأخرى الأدبية، أيضا يعني في قلة من حس الكفاءات، وأيضا يعني بالمقابل يعني في قلة من بالعدد يعني من بين الطلاب، يعني بتعرف بسبب الواقع والظروف الحالية كثير من الشباب يعني اللي وصلت إلى مرحلة ثانوية أيضا يعني انتقلت إلى مثلا أعمال أخرى، ربما يكون انتقلت إلى الجهاد، يعني حست بأنه الجهاد أصبح أولى بالنسبة إليها من التعليم. لكن نحن حقيقة يعني ينقص أنه المراحل الأخرى الإعدادية والثانوية. في ختام هذه الحلقة لا يسعني أن أشكر السيد زكريا الدور رئيس مكتب التعليم في مجلس حي الشعار، أهلا وسهلا بك أستاذي. يا مرحبا. الله يعطيكم العافية. أهلا بكم. كما أشكر السيد عبد الكريم بكار رئيس مكتب الإغاثي في مجلس حي الشعار، الله يبارك فيكم أستاذي. الله يعطيكم العافية. بعد آلاف بل قل عشرات آلاف البراميل والصواريخ، كنا معكم من هنا من حلب ومن حي من أحيائها الصامدة. أشكر فريق البرنامج الذي ساهم في إعداد وأخراج هذه الحلقة، كما أشكر منظمة المغتربين السوريين الراعي الرسمي لهذا البرنامج، والشكر أكبر لكم أعزائي المشاهدين. هذا علي حلاق يحييكم، استودعكم الله في حفظه ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.